قيل لأعرابي كان ذا تجربة بالنساء صف لنا شر النساء، فقال شرهن النحيفة الجسم، القليلة اللحم، النهاض، الممراض، المصفرة المبشومة، العسرة البطرة، النفرة السريعة الوثبة كأن لسانها حربة، تضحك من غير عجب وتبكي من غير سبب وتدعو على زوجها بالحرب، أنف في السماء وإست في الماء، عقوبها حديد منتفخة الوريد، كلامها وعيد وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات، تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان، ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافة، إذا دخل خرجت وإذا خرج دخلت، وإذا ضحك بكت وإذا بكى ضحكت، كثيرة الدعاء قليلة الإرعاء، تأكل لما وتوسع ذما، ضيقة الباع مهتوكة القناع، صبيها مهزول وبيتها مزبول، إذا حدثت تشير بالأصابع وتبكي في المجامع، بادية من حجابها نباحة عند بابها، تبكي وهي ظالمة وتشهر وهي غائبة، وقد دنا لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور.